أكد الرئيس السيسي أن مصر توقفت نحو 50 عاما دون تفكير مستقبلي، بينما نما حجم الدولة بقوة دون زيادة في الموارد أو التنمية. وشدد الرئيس السيسي إلى أن ذلك يدفعنا إلى المضي بقوة في المشروعات لتعويض تأخرنا، داعيا إلى زيادة الإنتاج في كافة المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي. شوفوا، في بلدنا توقفت، وأنا بقولش كده يعني قدح في أي حد، والله العظيم والله العظيم توقفت 50 سنة، ما تفكرش ولا تكبر، والبلد كبرت قوي، ومصر كبرت قوي كحجم، لكن قدراتها ومواردها ما زادتش زيها. فأنت غصب عنك وغصب عننا مش هينفع معدلات العمل بتاعتنا تبقى متسارعة، لازم تبقى قافزة، تجري وتنط تجري، هو كده. لأن طب هنمشي بالراحة، مش هينفع، لأن احنا بالفعل متأخرين، بالفعل متأخرين كتير، بالفعل متأخرين كتير. فارجع تاني للموضوع النهاردة، طبعا بوجه الشكر لكل اللي ساهم في هذه المشروعات وخاصة القطاع الخاص، وبقول له مرحب بيك دائما، وحقوقك محفوظة، وفكرك وإدارتك مقدرة، لأن احنا محتاجينها.